دريم كاتشر أو صائدة الأحلام. هي عبارة عن دورية فيها خيوط زي خيوط العنكبوت. هي أصلها أسطورة هندية. كان الهنود زمان بيعتقدوا إن هي بتصطاد الأحلام الكويسة، تطرد الأحلام الوحشة. ناس كتير ما تعرفش اصلا يعني ايه صيد الاحلام. يعني في ناس كتير بتكلمني بتبقى بتقولي ان هي مبسوطه بشكلها جدا والوانها حلوه قوي، بس هي مش عارفه دي بتعمل ايه. بجيب حاجاتي من اماكن معروفه جدا، من تحت في الحسين والوريه والاماكن دي، كل حاجه تحديدا. يعني مثلا ريش لوحده خالص، الخيوط لوحدها، الحلقات، الدوائر دي مش موجوده كتير. يعني موضوع متعب جدا في ان انا الاقيها. هي بتاخد وقت على حسب الشكل بتاعها والحجم طبعا، عشان في حاجات تبقى صغيره قوي، في حاجات تبقى كبيره جدا. الرينج يعني الوقت اللي باخدها بالظبط من 5 دقائق ل3 ساعات. راحة نفسية من ناحية الحاجة اللي أنا اللي هي الدريم كاتشر، يعني بتيجي من ألوانها، وكمان الريش بتاعها بيبقى شكله حلو وهو بيطير كده أو بيتحرك، بتحسي إن هي حاجة بتريح النفس. يعني في ناس بتيجي تطلب مثلا شكل تاني، قلب مثلا أو مثلث أو الحاجات دي، فأنا بشوف إن هي ممكن تتعامل على أي شكل طالما هي فيها نفس الماتيريال والإمكانيات بتاعتها، هي في نفس أي يعني في أي شكل تاني، فبتبقى برضو شكلها كويس. الشكل الأساسي للدريم كاتشر أو صائدة الأحلام في العموم يعني بتبقى مدورة وفيها خيوط جوه وريش بس، إنما أي احترافات تانية أو أي أشكال تانية بتبقى كده ك يعني ديكور أو حاجة بس. يعني اولا نفسي يبقى عندي مكان كبير اقدر ان انا اعرض فيه كل الحاجات اللي بعملها، وان انا اقدر اعمل كميات اكبر، ويبقى عندي ماتيريال كتير جدا، لان انا كل ما بلاقي ماتيريال قدامي يعني حاجات جديده من غير ما اتعلم، من غير ما اعمل اي حاجه غير بس انا قريت عنها وحبيت الموضوع، حبيت ان انا اعمل فيه حاجه. فطبعا اكيد اتمنى ان انا اشوف حاجات تانية وحاجات اقدر ان انا اعملها برضو زي الدريم كاتشر كده.